ايه احلى اغاني اتغنت لابوكي انت بتحبيها؟ انا احب كل اغاني بابا، بس كل مرحله بيبقى يعني كل مرحله من حياتي بيبقى في اغنيه معينه انا اوبسست بيها. يعني مثلا وانا عندي 9 سنين كنت بحب اغنيه بحبك 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 يا مصر. وطبعا كل الناس عارفه القصيده بتاعت مصر ياما يا بهيه، برضو كل الناس عارفاها كويس قوي. مصر ياما يا بهيه يا ام طرحه وجلابيه، الزمن شاب وانت شابه، هو رايح وانت جايه، جايه فوق الصعب ماشيه، فات عليكي ليل وميه، واحتمالك هو هو وابتسامتك هي هي، تتحكي للصبح يصبح، بعد ليلة ومغربية تطلع الشمس تلاقيكي بأجبانية وصبية. أنا يعني الأيام دي بقى أنا أوبسست بقصيدة أنا قايلة إن أنا ما بحبهاش، اللي هي أنا توب عن حبك. لأن أنا بعد ما قلت إن أنا ما بحبهاش وقلت إن هي يعني لسان حال شخص توكسيك، لأنه هو شخص بيتحلل من العلاقة ومن غير ما يبقى مش عايز يبقى قاسي، مش عايز يقول يلا كل واحد فينا يروح لحاله. أنا ليا صعدك هنا، ده أنا بترجاك الله يجليك، يا شغلني معاك وشغلني عليك، أنا بترجاك الله يجازيك، يا شغلني معاك وشغلني عليك، وإن غبت سنة أنا برضو أنا، إن غبت سنة أنا برضو أنا، لا أقدر أنساك ولا ليا غنى، لا أقدر أنساك ولا ليا غنى، على طول عن حبك أنا. قلتي في الكتاب إن في فترة من الفترات كان في مساعي إنه هو أستاذ صفي ناز كاظم يرجعوا لبعض. لا، هو كان عايز ده حقيقة، هو وانا يعني هو عمل ده مرتين. مرة قبل ما يسافر كلم عفاف اختي، وعفاف اختي جت واحنا عندنا في الغورية، وكان عندي مثلا 10 سنين ولا حاجة، وقالت لي طب ما والله يا بابا انا شايفة ان انت يعني انت والاستاذة ترجعوا لبعض. فانا قلت لها لا طبعا بكل رزالة يعني. بعدين لما هو سافر ورجع، اللي هي السفرة اللي اتخانق فيها مع الشيخ إمام خناقة مش مفهومة لحد دلوقتي، برضو كلم كذا حد وكلموا ماما، فهي قالت لهم ايه ده، يعني ايه ده الكلام ده، مش مفهوم خالص الكلام ده، غلط غلط، ما تكلمونيش تاني كده، محدش يقول الكلام ده. فهو كلمها فقالت له طبعا انت بتهزر، يعني اتعاملت مع الموضوع باستخفاف على انه بيهزر، فهو اتضايق. ضرب من ضروب المستحيل بالنسبه له. هو لا يعني انا بعد كده بعد كام سنه اكتشفت ان هو اتضايق، واتضايق مني ان انا شفت ان ده ايه ده يعني انا لما ما فهمتش، انا ما عرفتش اقول له هو انتوا اصلا كنتوا اتجوزتوا ليه عشان ترجعوا، يعني هو المفروض ما كنتوش تتجوزوا من الاساس يعني. انت اشرتي في الكتاب، واستاذه صفي ناز اتكلمت وكتبت وقالت ده قبل كده كتير، ان هي كانت زيجتها من الشاعر الكبير احمد فؤاد نجم مسار غضب اهلها. صحيح. هم شايفين انه دي يعني ان الموضوع مش نافع خالص. صحيح. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.